شوف فيما يخص الوفيات، نتكلم عن الوفيات فيما يخص يعني الحاملات، لازم علاش قلت لكم كي نطرقوا الموضوع لازم نطرقوا له من كل جوانبه. احنا عدد الوفيات في الجزائر هي 57.7 ل100 الف ولاده، وهذا مع هذا يعني شيء مقارنه بالدول الاخرى يعني راه قليل. احنا اولا نتاسف لان يعني تسجيل وفايه هذا ماهوش من السهل، الا اننا هناك شبكه للتكفل بالمراه الحامل اللي هو وضعناه في سنه 2018، هو في يعني مطبق 2019، احنا راه نحسنوا فيه من سنه الى سنه. لهذا عدد الوفيات هو بقليل على السنوات الماضيه. اذا عدد الوفيات احنا دائما هناك نفتح تحقيق لمعرفه اسباب الوفيات، وعن الاجراءات الاداريه تؤخذ في كل من يعني قصر في هذا الجانب.